السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن حاليا في جميع أنحاء العالم في الوطن العربي في اليمن خاصة أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل، القناة التعليمية تربية الملكات، درس من أهم الدروس التي يعمل عليها النحالون الذين يبحثون عن الزيادة في الإنتاج. تربية الملكات المنتقاة من المنحل. تربية الملكات هي أحد الركائز الأساسية في زيادة ووفرة الإنتاج في الخلية. تطبيق عملي من المنحل وعلى السلالة اليمنية وبجهاز جنتر، قمنا بهذه التجربة المميزة والفريدة من نوعها في اليمن على السلالة اليمنية، وسوف نثبت لكم نجاح ذلك عمليا بتطبيق من أرض الميدان وفي المنحل نفسه. تجربة خاصة قمت بإجرائها شخصيا حتى يستفيد منها جميع الإخوة النحالين في القطاع النحلي، ويقومون بدعم إنتاجهم ووفرة المنتجات في المنحل. تربية الملكات كما ذكرت لكم سابقا هي أحد الركائز في الإنتاج، لذلك أتمنى من جميع الإخوة النحالين تدارك هذه المعلومة والعمل عليها والالتزام بها حتى ينطلق مثلما انطلق الآخرون. مشاهدة ممتعة لكم جميعا إخواني النحالين، وتابعوا وسجلوا المعلومات، وإذا كان هناك أي ملاحظة ارسلوها بالتعليق، تكونوا معنا. السلام عليكم. طبعا هذا جهاز جنتر الماني المطلوب. هذه الملحقات، وهذا هو الجهاز، جهاز خاص بتربية الملكات، ممتاز جدا إن شاء الله. هذه الكؤوس الملكية ملحقاتها، وهذا الملحق الثالث أو الخاص بالكؤوس الملكية، وهذه الأقفاص، هذه كذلك الأقفاص، وهذه السدابة تعليق الكؤوس. على العموم سيكون لنا تجربة مع هذا الجهاز ونوافيكم بإذن الله. تحياتي للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذا جهاز جنتر. أول إجراء نقوم به، نقوم بفتح كل المضاريب أو الأكياس البلاستيكية في هكذا مثلا، نقوم بفتحها ثم نسلكها بهذا الشكل حتى تتعرض للهواء. كذلك لا ننسى الجنتر نفسه، فكينا كل القطع وتركناه ما يقارب 48 ساعة يومين. الهدف من ذلك حتى نخفف من ريحة البلاستيك، لأن النحل لا يرغب بهذه المادة. وبعد ذلك سننتقل إلى مرحلة أخرى، وهي تركيب الكؤوس، هذه الصغيرة الكؤوس الملكية بهذا الشكل. طبعا نقوم بتركيب الكمية كاملة لنجهزها للمرحلة التي تلي هذه المرحلة. سنقوم بتوقيف التصوير ثم نعاود.
وهكذا تم اكتمال تركيب العيون السداسية أو كما تشاهدون بهذا الشكل. الآن نقوم بوضع الغطاء الأخرى التابعة للجنتر. الآن أصبح الجنتر جاهز بهذا الشكل. سنقوم بالانتقال إلى المرحلة الجديدة. طبعا في هذه المرحلة قلبنا إطار مبني لوضع الجنتر في داخله. طبعا نقوم بموازنة الجنتر بهذا الشكل. نقوم بتثبيته، ثم نأتي بسكين ونقوم بالقص من الجوانب بهذا الشكل. هكذا قمنا بإحداث فتحة في الإطار. الآن نقوم بإنزال الجنتر بهذا الشكل. الآن أصبح الجنتر جاهز، يتبقى لدينا التثبيت فقط. طبعا قمت باستخدام البراغي من باب التثبيت لضمان عدم سقوط الجهاز. الآن جاهز تماما. هكذا الآن مزبوط، وهذا شكل الجنتر مثبت على الإطار. الآن ننتقل إلى المرحلة التالية. إلى سابقا سنقوم بإنزال الجنتر لكسب الرائحة فيه بهذا الشكل. اعذرونا، نصور بيد واحدة. يتم وضعه هكذا. طبعا أنا أضعه لمدة 3 أيام لاكتساب الرائحة بشكل جيد، ويتم قبوله من قبل النحل والملكة. انتظرونا بعد 3 أيام. في هذه المرحلة بالذات قمنا بإنزال الملكة في جهاز جنتر. طبعا اعذرونا تصوير المقطع وأنا أنزل الملكة، انحذف من آلة التصوير، لكن سنتحدث عنه بإيجاز. قمت بوضع جهاز جنتر وسط الخلية المستهدفة في تربية الملكات أو الملكة التي ستضع البيوض في جهاز جنتر. هذا هو الجهاز الآن قمنا بإخراجه. طبعا قمت بإنزال الملكة الساعة 9 صباحا تقريبا، والآن هي الساعة 6 مساء. أتأكد هل قامت الملكة بوضع البيض أو لا، ليتسنى لنا التدقيق في معرفة تفاصيل فقس البيض. طبعا أحاول قدر المستطاع التصوير بيد واحدة حتى تكون الصورة بشكل أوضح للأخ النحال المشاهد. هذا هو الجهاز. طبعا قمت بإدخال الملكة من الفتحة الموجودة في وسط الجهاز بعد نزع الغطاء الدائري الذي تشاهدونه أمامكم وإنزال الملكة فيه. طبعا لا توجد بيوض،
قمنا بإرجاعه إلى الخلية وترك الملكة براحتها تضع البيض مع المتابعة الجيدة والتدوين من قبلنا حتى نعرف متى تم وضع البيض ومتى سيفقس. في تمام الساعة 7 صباحا قمت بإطلاق الملكة كما تشاهدونها أمامكم. بعد التأكد من وضع البيض في جهاز جنتر، الصورة واضحة جدا، نشاهد البيض من خلالها. قمنا بالتأكد من وضع البيض وإطلاق الملكة وإرجاع الجهاز إلى نفس الخلية، ثم الانتظار إلى الساعات المقبلة لمتابعة سيرورة العمل في إنتاج الملكات. في هذه المرحلة هي اليوم الثالث ونحن على مقربة ساعات قليلة من فقس البيض. كما تشاهدون الآن العيون السداسية الراقدة أو ممددة على قاع العيون السداسية، وهذه هي الفترة الأخيرة للبيضة، حيث تكون أولا يوم وضع البيضة تكون عمودية، اليوم الثاني تكون زاوية 45، اليوم الثالث تكون ممددة على قاع العيون السداسية، وفي نفس اليوم وقد تزيد بعض الساعات القليلة وتفقس البيوض. انتظرونا في نقل اليرقات من العيون السداسية من جهاز جنتر إلى الخلية المتممة. تحياتي لكم المهندس عبد الرحيم الجابري، اليمن.